مواقف الدول المانحة. في كل الأحوال نحن أمام تحول نوعي يعني أوروبي وأيضا على المستوى الأمريكي. حضرتك تعلمين أنه مفروض من السنة الأمريكان زاروا مصر في الفترة الأخيرة بهدف تقليل المسافات بين المواقف المصرية والدولية. على أي حال هناك رسائل أوروبية أمريكية خلال الأيام الأخيرة بإعطاء مصر مزيد من الفرصة لتنفيذ خريطة الطريق وإجراء الخطوات الخاصة بالاستحقاقات وإدخالها حيز التنفيذ. نعم دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي عن نجاح الجيش الثاني الميداني في القضاء على المدى وسلمي محمد مصبح والشهير بأبو خالد والمطلوب لمشاركته في التخطيط والتنفيذ لمقتل 16 جنديا من قوات حرس الحدود في أحداث رفح الأولى والتي وقعت في 5 من أغسطس عام 2012. وعد أبو خالد هو أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وينتمي لجماعة أنصار بيت المقدس. صرح العقيد أحمد محمد علي بأن عناصر القوات الخاصة قامت باستهداف أبو خالد بعد ورود معلومات تفيد باعتزامه وآخرين استهداف أحد كمان القوات المسلحة. كما قامت عناصر من الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء من ضبط 20 فردا من المشتبه في انتمائهم للعناصر الإجرامية والتكفيرية وسبعة أفراد من المحرضين على العنف ضد القوات المسلحة والشرطة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من شمال سيناء مراسل النيل ماهر إسماعيل. ماهر تحياتي لك، أولا تفاصيل المتوفرة لديك بخصوص الحملة الأمنية في شمال سيناء الأخيرة. نعم هناك بالفعل تم توقيف 27 مشتبه فيهم، يعني تقوم الأجهزة الأمنية بفحصهم لتوقيف المطلوبين منهم على خلفيات يعني أعمال تمت سابقا من استهداف منشآت ومركزات وحواجز أمنية وأفراد أمن. الحملة دمرت منزلين وأربع دراجات بطارية وحرقت 13 عشة وضبطت حزمتين بندقية آلية وعدد من الطلقات وجهاز شاحن لاسلكي، كما ضبطت سيارة نقل ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية. هناك لم تقف عند هذا، ولكن هناك حملة أخرى قامت بضبط كمية عدد من تجار البنجو وتقوم عمل بتحرير المحاضر اللازمة لهم. اليوم حملة أخرى قامت بتوصيف 182 محكوم عليهم في قضايا جنائية بعضها جنائية. هؤلاء تقوم الأجهزة المعنية الآن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وعرضهم على النيابة. هناك تم العثور على جانب مدفع على مسافة 5 كيلو من مدخل بطريق مثل النقب، وقامت أجهزة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالتعامل معها، وكذلك عثر على جانب مدفع طولها نحو 65 سنتي بداية اللون بمنطقة جسر وادي بالعريش، يعني مدون عليها شحن مضيئة 79 وعبارة وعد لهم. طيب ماهر بنتحدث عن القضاء على بعض المسجلين خطر أو العناصر شديدة الخطورة ومنهم بالطبع أبو خالد وأبو طرطر الذي قتل بالأمس. إذا رصد هذه العناصر على وجه التحديد لأنها هي البؤر الإرهابية الحقيقية، لأنهم لهم سابقات إجرامية ولهم ما لديهم من أعمال إجرامية سابقة وتنفذ حتى الآن، إذا كيف نتحدث عن استهداف هذه العناصر بعينها وتوفير المعلومات التي على أساسها يتم تصفية هؤلاء الخارجين عن القانون؟ مثل هذه الأسرية تم تحقيق الأهداف المرجوة منها ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد الإنتهاء منها، خاصة أن مثل هذه الأمور على درجة من الأهمية في التوصل لمثل هؤلاء القائمين عليها. إذا مراسل النيل من شمال سيناء ماهر إسماعيل شكرا جزيلا لك. في أعقاب ثورة يناير استغل الإرهابيون حالة الفراغ والانفلات الأمني في سيناء ليتجمعوا بعدد كبير ظنا منهم أنهم في منأى ومأمن عن سيادة القانون عند تنفيذ عملياتهم الإجرامية التي لم تحصد سوى أرواح الأبرياء العزل سواء من المدنيين أو رجال الشرطة أو الجيش. ومع تزايد العمليات الإرهابية خلال عام 2013 والذي يلملم أيامه الأخيرة، شنت القوات المسلحة تعاونا مع وزارة الداخلية أكبر حملة أمنية في شبه جزيرة سيناء، وذلك منذ حرب أكتوبر عام 1973 لتسقط العشرات من التكفيريين والجهاديين وتدمر المئات من العشش والدراجات النارية والسيارات المستخدمة في تلك العمليات الخسيسة. دماء على أرض الفيروز، لكن هذه المرة بغدر الإرهاب الأسود. فسيناء وإن شهدت طوال 12 سنة
عمليات إرهابية كتفجيرات طابا وشرم الشيخ وغيرها، إلا أن وتيرتها تزايدت خلال هذا العام الذي يلملم أيامه الأخيرة، بل قل إن شئت إن عنانها انفلت في النصف الثاني منه بمجرد عزل رئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو. وأيا ما كانت التفسيرات بشأن تصريح القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي بأن العمليات الإرهابية في سيناء ستتوقف بمجرد عودة مرسي للسلطة، فهي تشير إلى أن تلك الجماعات لا تجد أي غضاضة في استباحة دم أي امرئ مصري ناهيك عن قوات الجيش ورجال الشرطة. وفي شهر عزل مرسي أخطأ إرهابيون استهداف مركبة للشرطة ليصيبوا حافلة لنقل عمال مصنع للأسمنت في حادث راح ضحيته عاملان وأصيب فيه 15 آخرين. وتحسبا لهذه العمليات الخسيسة، شنت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية أكبر حملة أمنية في شبه جزيرة سيناء منذ انتصار أكتوبر عام 73، مسعينة في ذلك بأكثر من 50 آلية وأربع مروحيات أباتشي وغيرها من حاملات الجنود والأسلحة المتطورة. وفي محاولة يائسة لإظهار وجودهم على الأرض، لم يجد الإرهابيون سوى المجندين البسطاء العزل ليقتلوا منهم 25 ويصيبوا 12 آخرين خلال عودتهم لقضاء إجازتهم مع ذويهم في أغسطس في جريمة عرفت بمذبحة رفح الثانية على طريق العريش بئر الحفن. هذا الحديث دفع قوات الأمن لتضييق الخناق أكثر وأكثر على المسلحين والتعامل معهم بكل قوة، على عكس تعاملهم قبل ذلك بثلاثة أشهر عندما نجح جهاز المخابرات في مايو بالتعاون مع وجهاء القبائل والأهالي في سيناء في تحرير 7 جنود مختطفين دون سقوط قطرة دم واحدة. في الوقت نفسه قامت القوات المسلحة بتدمير عشرات الأنفاق الخاصة بتهريب البضائع والسلع من وإلى قطاع غزة ومصادرة العديد من المخازن المعبأ بها أطنان من البنزين والسولار، كما قامت بإلقاء القبض على العشرات من التكفيرين والجهاديين ودمرت عددا كبيرا من العشش والدراجات النارية وسيارات بدون لوحات التي يستخدمها المسلحون في عملياتهم. وفي خضم هذه الحملات المكبرة قام الإرهابيون بتفجير لغم أرضي خلال مرور حافلة تقل جنودا على الطريق الدولي العريش الخروبة في سبتمبر، ما أدى إلى جرح 8 أشخاص منهم 7 من قوات الأمن. وكان الشريط الشمالي لسيناء وتحديدا في مناطق الشيخ زويد والعريش ورفح ومحيطها مسرحا للعمليات الأمنية المكبرة والمستمرة والتي دائما ما أسفرت عن العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والمدافع والقذائف والذخيرة. وفي محاولة لكسر هذا الطوق الخانق اهتزت مدينة طور في أكتوبر على وقع انفجار ضخم بسيارة ملغومة داخل مديرية أمن جنوب سيناء، ما أسفر عن سقوط شهيدين أحدهما مدني والآخر شرطي بالإضافة إلى 50 مصابة. وفي نوفمبر استهدف إرهابيون حافلة للجيش بسيارة ملغومة بمدينة العريش، ما أسفر عن مقتل 11 جنديا وإصابة 35 آخرين. ومع إعلان جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن تلك العمليات الخسيسة، تلقت الجماعة ضربة موجعة خلال ديسمبر بمقتل أحد أخطر القيادات التكفيرية والمنتمي لها، وهو محمد فريج أبو عيطة المشهور بأبي صهيب، في تبادل لإطلاق النار في سيناء. ومع اقتراب العام على نهايته تراجعت بشكل كبير العمليات الإرهابية بعد الضربات الناجحة التي تسددها قوات الأمن في وجه الإرهاب الغادر حتى القضاء عليه تماما، وهو عهد يؤكد ويصمم عليه رجال القوات المسلحة والشرطة من أجل تحرير سيناء منه، كما حرروا أرض الفيروز من براثن العدو، وما ذلك بعزيز على قواتنا الباسلة. قال القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة ستستمر في عملياتها الأمنية بالتعاون مع الشرطة المدنية للقضاء على الإرهاب وتطهير سيناء من العناصر المتطرفة بالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء. جاء ذلك خلال حضوره للمرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية التي نفذتها إحدى التشكيلات الخاصة بالجيش الثاني الميداني في سيناء في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لوحدات القوات المسلحة. أكد السيسي أن القوات وشعب مصر العظيم هم كيان واحد، وأنها ستظل تعمل على الوفاء بمهامها التي ألقيت على عاتقها في الحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، مشيرا إلى أن مستوى الكفاءة
والاستعداد القتالي للقوات المسلحة لم يتأثر بمهام تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره. أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية استشهاد النقيب أحمد وحيد عبد الرحيم محمدين ومن قوات الأمن المركزي إثر إصابته بطلق ناري أثناء حملة لضبط بعض الخلايا الإرهابية الخارجة عن القانون بمحافظة الإسماعيلية. وأوضح المصدر الأمني أن الضابط الشهيد كان من ضمن قوة قطاع الأمن المركزي وكذلك الأمن الوطني والأمن العام في حملة مكبرة لضبط بعض الخلايا الإرهابية بالإسماعيلية، مشيرا إلى أنه استشهد إثر إصابته بطلق ناري أثناء تبادل لإطلاق النار مع بعض العناصر الإرهابية الخارج عن القانون. وقد نعى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشهيد البطل الذي ضحى بحياته لتحقيق أمن واستقرار الوطن، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الشاملة لأسرته. كثفت القوات الأمنية من تواجدها في محيط جامعتي الأزهر وعين شمس صباح اليوم، وذلك تحسبا لتجدد مظاهرات الطلبة المنتمين لتنظيم الإخوان بالجامعتين. في غضون ذلك تباشر نيابة الويلي التحقيق مع 25 من طلاب جامعة عين شمس المنتمين لتنظيم الإخوان لاتهامهم بحرق قانون التظاهر وقطع طريق الخليفة المأمون من الاتجاهين أمام الحركة المرورية. كانت وزارة الداخلية قد أكدت أن قواتها تدخلت وأنذرت الطلاب إلا أنهم لم يستجيبوا وتعدوا على القوات وأطلقوا أعيرة الخرطوش تجاه القوات الذي ندم عنه إصابة مجند بخرطوش في الوجه، وتمكنت القوات من تفريقهم بالغاز المسيل للدموع وضبط 25 منهم بحوزتهم اثنان طلق خرطوش وقنبلة غاز. ارفع دماغه نايمه على جنبه، ارفع ارفع. وعلى المزيد من المتابعة واستطلاع الأوضاع معنا هاتفيا من جامعة عين شمس علاء رشوان مراسل النيل. علاء، كيف تسير الأوضاع لديك الآن في جامعة عين شمس أو على الأقل في محيط الجامعة؟ أمل، إليك التحية أولا وتحية موصولة كذلك لكل مشاهدي أمين الكرام. أنا بالفعل متواجد داخل الحرم الجامعي لجامعة عين شمس حيث انتظمت الدراسة منذ ساعات الصباح الأولى. جميع الكليات تعمل بشكل طبيعي، الدراسة تسير بشكل طبيعي جدا في وسط غياب ملحوظ لأي فعاليات أو أي مسيرات طلاب الإخوان. عناصر الأمن الإداري للجامعة حرصوا منذ الصباح على التفريط في كابيهات وهويات الطلاب ربما خوفا من اندشاف عناصر من عناصر مصيري الشرق وسط هؤلاء الطلاب. وكانت الجامعة قد انتهت الأسبوع الماضي من تركيب نحو 80 كاميرا مراقبة داخل في أرجاء الحرم الجامعي لرصد أي أعمال شغب أو أي مسيرات عن إطار السلمية. هذا هو الوضع داخل الجامعة. بالنسبة خارج الجامعة تجري الأمور كما هو معتاد. شارع الخليفة المأمون الشارع الرئيسي المؤدي إلى منطقة ومناطق وسط مصر الجديدة والقادم من اتجاه العباسية في كلا الاتجاهين يعمل بصورة طبيعية جدا، وتجري الصورة المرورية بشكل انسيابي وسلس كما ورد في الخبر. كثرت قوات الأمن الجيش والشرطة من تواجدها، ولكن في محيط الجامعة يعني أقرب نقطة لوجود قوات أمن هو في محيط وزارة الدفاع. هذا يعني أن هذه القوات تتمركز على بعد لا يقل 500 متر، هي بالفعل بعيدة عن محيط الجامعة. بينما كما ذكرت عناصر الأمن الإداري تولت حراسة الأبواب الرئيسية للجامعة تكفي هوية الطلاب الوافدين لدراساتهم. إليك أمل. نعم، علاء رشوان مراسل النيل، شكرا جزيلا لك. وكذلك الاستطلاع الأمر عند جامعة الأزهر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل أحمد عبد الحميد. أحمد، تحياتي لك أولا، ما هو الوضع لديك الآن أمام جامعة الأزهر؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، وإذا سنحاول الاتصال بالزميل أحمد مرة أخرى لمتابعة الأوضاع عند جامعة الأزهر. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الحميد. تستأنف اليوم بأكاديمية الشرطة محاكمة 4 ضباط بتهمة القتل الخطأ
ل 37 سجينا في سيارة ترحيلات بسجن أبو زعبل في 18 من أغسطس الماضي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أكاديمية الشرطة مراسل النيل محمد أبو